الصناعه التي يتم التعامل عليها تجاريا على مستوى العالم استيراد وتصدير، وتعتبر من اهم مصادر الدخل القومي للكثير من الدول الرائده في هذا المجال. ان انتاج عصير القطف ونبتات الزينه للتصدير اصبح الان صناعه تحتاج الى خبره واستخدام احدث وسائل التكنولوجيا، كما تحتاج الى مستوى عالي من التخصص. طب ازهار القطف احنا بنعرفها ان بنقول اسم يطلق على مجموعه من الازهار او النورات التي تصلح للقطف التجاري، وهي في الواقع ازهار لها قدره على الاحتفاظ بحيويات ونضارات خلال فتره طويله تتراوح من عده ايام الى عده اسابيع. طب في العوامل بتؤثر على انتاج وجوده الازهار القطف، في عوامل بتبدا قبل قطف الازهار، في عوامل اثناء القطف. في بالنسبه للعوامل اللي قبل حصاد القطف هنلاقي طبعا الري، التسميد، الضوء، درجة الحرارة، ثاني أكسيد الكربون. بالنسبة للري يجب الاهتمام بعملية الري للحصول على سيقان زهرية نادرة قليلة التخشب، مما يساعد على سرعة امتصاص وحركة الماء داخلها. كما يجب أن يضع المنتج في اعتباره أن عملية الري أحد العوامل المحددة لجودة الأزهار وعمرها في الفاظة. بالنسبة للتسميد، لذلك للحصول على إنتاجية ونوعية جيدة من الأزهار، حيث أن التسميد المناسب يؤدي إلى زيادة النمو وتكوين نباتات قوية ذات أفرع زهرية طويلة، وعدم تحتاج الأسمدة النيتروجينية في مراحل النمو الأولى عشان يدي النمو الخضري، وبعد كده بنضيف العناصر بقى العناصر الصغرى زي الكالسيوم والمغنيسيوم والبرود والحديد ديت عشان تزيد إيه عدد الأزهار. الضوء، توفر الإضاءة الجيدة والمناسبة يؤدي إلى زيادة عملية التمثيل الضوئي، وبالتالي زيادة النمو والحصول على إنتاجية ونوعية جيدة من الأزهار. درجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة عن الحد المناسب أثناء موسم النمو وخاصة في فترة التزهير يؤدي إلى خفض عمر الأزهار المنتجة وكذلك جودتها، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل التنفس وكذلك فقد الماء. ومن الأفضل العمل على تجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة وخاصة في فترة التزهير. غاز ثاني أكسيد الكربون والتهوية، يدخل في عملية التمثيل الضوئي وإمداد الجو المحيط بالنبات داخل الصاب بغاز ثاني أكسيد الكربون، ويزيد من الإنتاج ويحسن جودة الأزهار الناتجة، خاصة إذا كانت مصحوبة بزيادة شديدة بزيادة شدة الإضاءة وطول فتراتها. طب في عوامل بقى تتعرض لها الأزهار عند القطف بقى، زي طول النضج المناسب للقطف، فيها بنلاقي فيه كذا طول في أثناء مثلا في التفتح كامل أو نصف تفتح أو مش متفتحة خالص، فبنلاقي في طول البرعم الزهري المقفل، في طول البرعم الزهري النصف متفتح، طول البرعم الزهري الكامل التفتح، رطوبة التربة المزارع بها النبات. يفضل أن تكون مناسبة بين الساعة الحقلية ونقطة الذبول حتى لا يؤثر المحتوى المائي للزهرة عند القطف ولا تقتصر فترة حياتها بعد القطف. طب موعد القطف، قطف الأزهار عادة في لا إما في الصباح الباكر أو بعد أو آخر النهار. ففي الصباح الباكر خاصة لو الأوراق هي أوراق أعناق زهرية بتبقى إيه بتبقى نادرة عشان نقدر إيه الآلة المستخدمة في القطف دي مهمة جدا، إن لازم تكون معقمة ولازم تكون حادة عشان ما تعملش تشوه أو أضرار ميكانيكية. مكان القطف وطول الحامل الزهري المناسب، يتم القطع في وسط السلمية بعيد عن العقد الساقية، مما يسهل توصيل الماء للبرعم الزهري، يعني ما جيش تحت العقدة لا في النص زي ما هو باين كده بزاوية بتبقى 45 درجة. طب العوامل البيئية التي تؤثر على جودة الأزهار وعمرها بعد القطف، الحاجة درجة الحرارة، يجب التخلص من حرارة الحقل عقب القطف مباشرة بوضع الأزهار في أماكن جيدة التهوية أو في غرف مبردة، ويفضل إجراء عملية التبريد المبدئي. طبعا الدكتورة طبعا شرحت الرطوبة، انخفاض الرطوبة الجوية في الوسط المحيط بالأزهار وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة معدل فقد الماء من الأزهار والذبول السريع لها، وعندما تفقد الأزهار من 10-12% من وزنها وتكون غير صالحة للعرض. لذلك يجب توفير الرطوبة المناسبة والتي تصل إلى 85-90% في غرف التبريد مع مراعاة النظافة الكاملة واستخدام المواد المطهرة للتغلب على مشاكل النمو وانتشار الفطريات. الضوء، لا يعتبر الضوء عامل محدد لعمر الأزهار في الفوزة وخاصة مع استعمال المواد الحافظة التي تحتوي على السكر، ولكن يظهر تأثير الضوء خلال عمليات التخزين والشحن المسافات البعيدة.